السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الحلوين الجميلين، وهذا رمضان وكل عام وانتم بخير، وخلصنا صيام وخلصنا الحاجات الطيبة، الله يتقبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال. اليوم حبيت أخذكم جولة على البحر، أعمل لكم حلقة جديدة إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تكون من الحلقات الحلوة. هي جمع أحجار في منطقة بحرية، وحنروح لمنطقة صحراوية تانية على جمع بعض الحيوانات. إن شاء الله الحلقة تعجبكم، وخليكم معي أنا وفريق صائدين الكنوز والسوار. طبعا معي فريق منى وأمير أحلى صائدين كنوز، والآن حنطلع ناخذ جولة كده على الشط. طبعا الشاطئ هذا مليان حجار، كنت تشوفوا هذه حجار تقريبا، هذا من السترين الأصفر، أنواع كثير من الأحجار هنا. نحاول ناخذ جولة سريعة كده على الأحجار الموجودة وإن شاء الله إنها تعجبكم. نشوف هذا الحجر جميل، هذا الحجر أتوقع هذا برضو من العقيق الأحمر، جميل جدا. هذا الحجر، هذا عقيق من العقيق الأحمر الجميل، عقيق كالسيدوني يكون. يلا نكمل الجولة والبحث في هذا الشاطئ الجميل. هنا برضو عندنا كمان واحدة من الأحجار الجميلة، متواجد بكثرة. ايش هذا؟ وهذه اصداف، اصداف بحرية جميلة جدا وجدناها، صورنا لكم هي. طيب الان نروح لمنطقة ثانية غير المكان اللي احنا فيه، ساخذ لكم اكبر جولة من المناطق الموجودة. يلا معي. طيب الان انا في منطقة تعتبر منطقة كانت مزارع للمواشي، تمام؟ المناطق هذه تلاقي فيها حيوانات كثير، وتلاقي فيها أحجار، وتلاقي فيها أشياء كثيرة في البر يعني. الآن أنا حاخذ جولة، وأي شيء حيصادفني حاصور لكم هو عشان تشوفوا معي، تمام؟ طبعاً إحنا في جولة، شوفوا إيش لقينا. هذا حيوان القنفذ، هذا القنفذ الصحراوي جميل جدا. طبعا القنفذ من الحيوانات المفيدة للبيئة، يعني اللي يشوف هذا القنفذ لا يمسكه يعني او يقتله او شيء، لانه من الحيوانات المفيدة جدا للبيئة. ياكل العقارب السامة اللي ممكن تأذي الانسان، وايضا كمان ياكل ايش؟ الثعابين السامة، يعني ياكل الحاجات السامة وما منه خطر على البيئة. أنا أفضل اللي يشوفه يخليه، يعني هو حيوان وكائن جميل جدا. شوف منظر هذا، حيوان القنفذ الصحراوي، هذا متواجد بكثرة عندنا، وللأسف في ناس تقتله وهذا شيء غلط جدا. الحيوان هذا جدا مفيد للبيئة والتوازن البيئي. احنا هنخليه يمشي ويروح في حال سبيله، ونكمل الجولة ونشوف ايش لاقي حاجات ثانية. ومدام اننا هنا نشوف هذه الشجرة مرة واحدة، خليني أصور لكم إياها. الشجرة هذه اسمها شجرة السدر، السدر معروف من الأشجار جدا قوية ومقاومة للماء، لذلك هي تعيش في الصحراء بدون تواجد ماء. المنطقة هنا جدا الماء قليل 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 جدا، هنا في المنطقة يكاد يكون معدوم. وهذه الشجرة لازالت خضراء وجميلة وتنتج فاكهة جميلة جدا من الثمار. أتوقع هنا كمان في عش لطائر من الطيور، باني العش حقه هنا كان واضح معه، هذا عش لطائر من الطيور. سبحان الله الشجرة الجميلة، لاحظوا كل الشجر هنا أو الحياة تكون معدومة
إلا هذه الشجرة سبحان الله، شجرة السلام المباركة خضرة في وسط الصحراء، استحمالها للماء جدا قوي. يلا نكمل الجولة ونشوف حاجات جديدة. يلا شوف هذه الخشبة، نحاول نرفع تحتها نشوف ايش نلاقي. بسم الله، اوه ما شاء الله، لاحظين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هذا حيوان الصقنقور، شوف سبحان الله، حيوان جميل جدا. طبعا هو برضه من الحيوانات الغير مؤذية، وهو برضه مفيد للطبيعة. سبحان الله، شوفوا اسمه الصقنقور الجبلي، هذا اللون من الصقنقور، بيكبر بأحجام كبيرة، متواجد برضه عندنا في المناطق الصحراوية بكثرة، وفي بعض الناس يأكلون ويسموه إنه هو ربيان الصحراء بهذا الاسم، يعني يتاكل هذا الشيء. أنا ما قد جربتها لكن أعرف إنه هذا الشيء يؤكل. كويس من حظك بالرجال في التصوير. في حال حسب الخطر الديل هذا بيقطع، بيجلس من غير ديل، يموهك إنه أنا قطعت الديل إني أنا حموت أو شيء، فالديل هذا بيقطع وبيقعد من غير ديل. سبحان الله، مخلوق جميل جدا وممكن يتآلف معاك ويأكل العقارب. طبعا يعني برضو ما منه أذى في الطبيعة، شيء مفيد ما منه أذى. يلا نكمل الجولة ونشوف ايش في شيء ثاني. ما في شيء. اوهو هذا العقرب الصحراوي حقنا، طبعا معروف العقارب عندنا اكيد من الاشياء السامه جدا، اللي يشوف الاشياء هذه لا يحاول انه يمسكها لان لها طريقه معينه في المسك. هذا هو العقرب، سبحان الله، هذا العقرب جدا سام، وما انصح اي احد يكرر نفس الحركات هذه نهائيا، تمام، ولا يفكر انه يمسك هذا الشيء، الشيء هذا جدا سام، واللي ما عنده خبره فيه لا يحاول يمسكه. لكن انا صورته، شوف هو بيعضني في يدي، لاحظ؟ طبعا العضات اللي في الامام او الايادي الاماميه لا يوجد فيها اي سم، عادي شوف، هي فقط للمسك، انه يحاول انه يمسك الاشياء بها او الحشرات، باقي الحشرات. لكن المشكله عنده هنا في الديل، هذا الديل، هذه الشوكه السامه، هنا المشكله. هذه شوف، تفضل شوف كيف ضاغط على يدي الان، لكن في الامام ما في اي سم، مشكلته في الشوكه الخلفيه، هذا هو السم، هذا هو العقرب الصحراوي، ما انصح اي احد انه يمسكه، طبعا سام جدا. يلا نكمل. جراده، فاهم هذه هي؟ ها لاحظوا هذه جراده، هذا النوع من الجراد سام، يعني اللي يشوف هذا النوع من الجراد لا يفكر انه يمسكه، تمام؟ تيجي لونها اسود وعليها اصفر، النوع هذا جدا سام، وتفرز ماده من جسمها، والافضل انه ما حد يقرب منها او يمسكها. بحاول اقرب لكم الصوره عشان تشوفوا شكلها واضح. هذا النوع من الجراد، يعني لا يفكر يمسكها ولا يفكر ياكلها، هذا شيء سام. ويلا نكمل الجوله. طيب وفي خلال الجولة أنا حصلت حجر من أحجار، هذه ليس بالعقيق، هذا صوان، هذا حجر الصوان، يجي شبيه هو والعقيق واحد، فيه له لمعة لكن الكسور حقته جدا حادة، هذا الفرق بينه بين العقيق. العقيق بتكون الكسور حقته شمعية أو غير حادة، يعني هذا الشيء، هذا الحجر. يلا نكمل الجولة ونشوف. هذه برضو من أحجار العقيق، سبحان الله، شوف من الخارج شكلها.
الحركة عادية جدا. خلينا نشوف من الداخل لونه. قلب الحجرة يختلف عن الخارج. ومن هي ناخذ للضوء يعني بشكل شبه شفاف. حجرة جميلة جدا. يلا. طيب وهنا وجدت الصقنقور، هذا برضو نوع من انواع الصقنقورات. هذا صقنقور المزارع يسموه. الصقنقور هذا يحب يدفن نفسه في المناطق الرملية يعني زي كده رمال. وهذا ايضا من احجار له احجار العقيق، جميله جدا وبرضه شبه نافذه للضوء. طبعا عقيق احمر يسموه العقيق اللحمي. قطعه جميله جدا يعني اذا سقلت وتعملت كخاتم او اكسسوارات منها حتكون شكلها جميل جدا. طبعا هي بحالتها الان سيئه ولكن بعد التلميع بيكون شكلها جدا جميل. هذا هو العقيق الأحمر اللحمي. طبعا هذه حجر من الفضة أو الفضة يعني سبحان الله في الطبيعة هذه أشكاله. طبعا هذا إذا تلمع وكذا بيكون شكله جدا جميل. شوفوا كيف الفضة شكله الخام. هذه شيء جميل. يلا نكمل. نشوف هذا الحجر. هذا الحجر هو يعني إذا ما خاب ظني هذا من الفيروز. حجر أزرق جميل جدا سبحان الله. اللون أزرق جميل جدا. هذا من أحجار الفيروز. طبعا اذا تلمعت و يعني اصبحت باشكال ثانيه حتكون شكلها جدا جميل. الان هي خام سبحان الله. وهنا يا حلوين تكون انتهت حلقتنا لليوم. ان شاء الله الحلقه تعجبكم. لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك. اذا عجبتك الحلقه حط لايك، اذا ما عجبتك الحلقه برضو حط لايك. تحياتي لكم جميعا والى اللقاء.